هاي الرحلة نشتغلها أنا وأصدقائي، نشتغل هاي الرحلة نشتغلها لأبنائنا، وخاصة إحنا مقبلين على عام دراسي جديد. أنا لبيت نداء المرجعية من 2014-12-10، جيت هنا للحشد الشعبي. هاي الرحلة هاي تقعد عليها كل الطوائف. هاي الرحلة احنا من نقدمها ما نقدمها لشخص، نقدمها البلد، والبلد بي الكل طوائف. ومن اجي انطيها رحلة الحقيقة ارتاح، والله التعب اللي جاي اتعبه هنا على مود اقدم هذه الرحلة. من اشوف الطلاب جالسين بمدارسنا، ورغم هي انه كانت ما بيها رحلات، واحنا جاي نقدم هسه حاليا رحلات لهم، من اجي واشوف ابنائنا جالسين على هاي الرحله انا ارتاح. هاي الرحله من قلت لك انا تتكون من 14 مرحله، يشتغل بها الحداد، ويشتغل بها النجار، ويشتغل بها الصباغ، كل احنا نشتغل بيها. ما يقارب 80 نفر يشتغل يوميا على مود هاي الرحلة نخلصها. كل الفئات بالمجتمع يجون يقعدون على هاي الرحلة، المهندس والدكتور والمحامي والضابط كلهم قعدوا على هاي الرحلة ومروا بمرحلة انه يجلسون على هاي الرحلة. اليوم انا من اجي اقدم هذه الرحلة، من اقدمها لابنائنا راح انتج اجيال جيدة. ابني وابنك راح يجلسون على هاي الرحلة وراح يصيرون وينجحون. هاي اخر قطعة هسه اشتغلناها انا واصدقائي، صار الاذان هسه احنا راح نروح نصلي ونتغدى ونرجع نكمل عملنا.